باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في رسالة بولس الرسول اللي اتقرت علينا النهاردة من رسالته لأهل روميا الإصحاح الثامن، بيقول آية كده محتاجة الواحد يفكر فيها شوية. بيقول إيه؟ لأن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أولاد الله. يعني أنا عاوز أعرف أنا ابن ربنا ولا لأ، أسأل نفسي من يقودني؟ فإذا كان روح الله هو اللي بيقودني بقيت ابن ربنا، بس مش بالضروري يعني عشان أنا أكون مسيحي أبقى ابن ربنا. يعني إيه الكلام ده؟ أصل في واحد بيقود عقله، وعقله أعلى من روح الله جوه قلبه، يعني يسمع لعقله أكتر ما يسمع لربنا. وفي واحد عايش في الشر بعد عنكم تقوده شهواته، فماشي ورا شهواته وورا نزواته. طب ده اللي زي ده هيسمع صوت ربنا ازاي؟ مش ممكن. وفي واحد كل رجاءه في القرش وفي الفلوس، عمل كام ومعاه قد ايه وليل ونهار قاعد يحسب فيها، فده اللي يقوده محبة المال. يعني مش كلنا وإن كنا بندعي إن إحنا ولاد ربنا هنبقى بالحقيقة ولاد ربنا إلا إذا خضعنا لصوت ربنا في حياتنا. مين اللي بيحركني؟ أنا واللي عايزه ولا صوت ربنا وبقول له حاضر؟ أديكم مثل من الكتاب المقدس عن القديس بولس الرسول. بولس الرسول كان عاوز يروح روما الحقيقة، كان شهوة قلبه روما. أولا هو روماني الجنسية، نمرة اتنين دي روما دي العاصمة، يعني صوروا في واحد عنده فرصة يوعز عن المسيح في قرية أو يوعز المسيح في القاهرة. طبعا لو وعز المسيح في القاهرة الناس هتعرفه أكتر وهتجيله من كل أحياء القاهرة. فهو كان شهوة قلبه أنه يروح فين؟ روما. وهو بيدبر الأمور أنه يروح لروما، يحلم حلم عجيب قوي أن واحد يوناني من مقدونية. اليونان كانت مقسومة اتنين، مقدونية وأخائية، يعني هما إقليمين كبار في اليونان. فواحد مقدوني يعني واحد يوناني وخلاص، قال له أعبر إلينا وأعن. أيوة بس أنا نفسي في روما، بس الروح بيقول لك أعبر إلينا وأعن. خلاص مدام ربنا عاوزني أروح بلاد اليونان أروح بلاد اليونان. فواحد خاضع لصوت ربنا، علشان كده نقدر نقول إن بولس الرسول كان من أولاد الله. أنا بقى يا ترى لما بسمع صوت ربنا ويقول لي اغفر لواحد أساء إليك، بعرف أغفر؟ لو أنا ابن ربنا هسمع صوته. أيوة بس هم أساءوا قوي. ما هو لازم يكون أساء قوي، ما احنا بنقول في أبانا الذي كل يوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لمن أساء إلينا. وانت عايزين يعني المغفرة عندك إن لو الإشارة اللي على راسك وقع واحدة جابت لك قلت لها سوري وقالت لك العفو، هو ده المغفرة؟ دي تمثيلية. المغفرة ازاي انت تسيئي لي او لبنتي او لابني او لسمعتي او لأي حد بالرغم ان الألم ممكن يكون شديد واعرف اغفر. هؤلاء هم اولاد الله اللي خاضعين لروح الله المتمسكين بوصية الله. انتوا عارفين مشكلتنا كلنا ايه؟ إن إحنا بنقول كلام كبير قوي وكلام حلو قوي ومش عايشينه كفاية قوي. ولا دايماً بقول لكم كده أو بقول لأولادي، الناس بتصدق اللي شايفاه مش بتصدق اللي بتسمعه. اللي بنسمعه بقى عالي قوي قوي، قاعدين نقول حكايات من بستان الرهبان ومن السنكسار محدش عارف يمشي بيها خطوة. لكن الناس محتاجة حد يكون عايش، حد تشوف فيه نور المسيح، حد لما يتكلم الناس تصدقه، لأنه بيحاول بكل جهده أنه يعيش اللي بيعلمه للناس. لأن لو علمنا حاجة وعملنا حاجة تاني إحنا ما بقيناش ولاده. مين هم أولاد الله؟
الذين يخضعون لروح الله. عشان كده الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ ومتى سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. انسوا، سامحوا، افرحوا، اتهللوا، سبحوا. مش كل ده كلام ربنا؟ ليه ما بنعملوش؟ ليه مغمومين وعايشين في مأساة وعايشين في بنشتكي من أكل ومن شرب، من حد جرحنا، من حد ظلمنا؟ خليكوا زي ما انتوا كده في الغم. محدش هيعرف يطلع من الغم إلا إذا سمع صوته، لأن صوت الله مفرح. طبيعة صوت ربنا كده مفرح. علشان كده اللي عاوز يفرح وينبسط يخضع لروح الله في قلبه، ويقول مع بولس الرسول كل يوم الصبح: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ عاوزني أعمل إيه؟ وصيته اللي أنت بتقراها في الإنجيل هي دي روح الله. طبقها، نفذها، عشها، هتنتصر على نفسك وهتعرف تفرح. بصوا يا جماعة، ما تضحكوش على نفسكم ولا أنا أضحك على نفسي. أنا لازم أسأل نفسي كل نفس السؤال بتاع الآية بتاعت النهاردة: هل أنا ابن الله؟ هل أنا ولد من ولاد الله؟ فإذا كنت هكذا، لماذا لا أخضع لروح الله؟ واحد اسمه قايين في العهد القديم، روح الله كلمه قال له: اوعى تطلع من بيتكم، لو خرجت من بيتكم هتقتل أخوك، في خطية على العتبة، إليها يكون اشتياقك، وأنت تقدر تنتصر عليها يا حبيبي وأنت تسود علي. لكن هو الحقيقة ما سمعش روح ربنا، سمع صوت غيظه، سمع صوت ضيقه، سمع صوت غضبه، وراح قتل أخوه. عاوزين تبقوا أولاد ربنا؟ اخضعوا لروح ربنا. ربنا يديني ويديكوا إن احنا نخضع لروحه. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.